اهلا بحضراتكم من تبقى خارج مخدرات كرة القدم وكرة القدم هي اعظم مخدرات انا مسميها الكوكا الكوكا ده نبات بيتزرع كده عشان يطلع منه الكوكايين فالناس اللي جوه الاستاد زمانها واخده كوكا على اعلى مستويات والناس اللي بره الاستاد برضو ثلاث ارباعهم اكيد واخد كوكا دلوقتي من تبقى خارج الكوكا خلينا نقول لكم انه في 5 يوليو اللي فات فوجئت او فوجئ المصريين بزياده في اسعار البنزين والمنتجات النفطيه في مصر للمره الخامسه سنه من سنه 2014 ويبقى السؤال بقى كيف هيأ السيسي المسرح لارتفاع للمجزره؟ قرار زي ده يا عم مؤمن مش لازم يكون قرار كده عادي ده لازم يكون قرار محتاج تهيئه مسرح يعني واحد ابوه مات هتخش عليه تقول ابوك مات؟ مش معقول واحد عنده كارثه مصيبه صعب تقول له كده على طول لازم تهيئ المسرح وتاخد الجو كده السيسي هيئ المسرح عشان يطبق القرار ده بالطريقه دي ابرزهم العليمي الداخليه تعلن اسماء خليه خطه الامل الاخوانيه كشفت وزاره الداخليه عن اسماء عدد من المتهمين في مخطط الامل الارهابي اللي بتديله جماعه الاخوان بهدف اسقاط الدوله شوف بقى جماعه الاخوان بالدين مخطط مش دي المشكله المشكله المخطط فيه مين بقى مصطفى عبد المعز عبد الستار اسامه عبد العال احمد عبد الجليل حسين عمر محمد شريف مصطفى الشنيطي حسام مؤنس محمد سعد زياد عبد الحميد زكي العليمي اللي هو زياد العليمي حسن محمد حسن ايه علاقه دول بالاخوان بقى مش اي علاقه ده واحد اتنين ماركسيين واحد مش عارف ناصري واحد يعني ما فيش اي علاقه بس هو القبض على اي الناس دي كانت بتجتمع فعلا عشان ترتب الانتخابات البرلمان اللي جاي فسيسي عشان يهيئ المسرح للقرار المجزره اللي حصل ده اللي هنعرف هو قد ايه قرار دبح للمصريين على طول قبض على خليه سماها خليه الامل وتم التحفظ على اموال متهمي خليه الامل ومنعهم من السفر لصدور القرار واتحبس الرجل ده أو اتحبس أغلبهم يعني